مثبت جديدة. في شيء مثبت أكيد يا حي، هذه يمنى شره جسكار لحوت حكي أنه اجوا ناس عرضوا عليه كمان. طيب أنا شخصيا جيت لعندي إحدى الناشطات بالثورة قبل الثورة بأوائل أيلول، جيت لعندي على مكتبة اسمها رولا تي، ناشطة بالثورة وبتقود مظاهرات، وأنا بعرفها من 2006 2007 تقريبا. قلت لي شربل شو عملت بالمليون دولار تبعك اللي مع الوليد بن طلال؟ طلع طارو اللي من 2012 رفع عليه دعوة وما عم فيه يعمل شيء لأنه هو بالسعودية وما عم بقدر طالو. قلت لي بدك أنا أجيب لك إياهم؟ قلت لها إذا بتجيبيهم إلك منهم حلوين. قلت لي إيه بس بتروح معي عند السفير السعودي؟ قلت لها بروح عند السفير السعودي. قلت لي إيه بس مش بس إنه منروح، لا روح وفي هيك جو معين بدك تساعدنا فيه، بدك تحط إيدك معنا يعني. قلت لها إذا قصدك إنه أنا انقلب وأعمل حملات ضد الرئيس والعهد والتيار مثل ما عم بصير هلا، صحتين على قلبك، وعمره ما يكونوا مليون دولار، وانت بتعرفيني انا مين. من وقتها اختفت، ما عادت اجت لعندي. كل الناس كل